يبدو أن لديكم فساد أكثر من الفساد الموجود لدينا في العراق، ولذلك أنا أقترح عليك أن نرسل إليكم هيئة النزاهة العراقية قبل أن يزج ترامب في السجن. تعتقد أنه أمريكا الآن بدأت تدخل مرحلة الانهيار وبدأت تحتضر بسبب السياسات الخاطئة؟ توصيف دقيق. وبالزمنات كان في رؤساء في الولايات المتحدة كانت سياستهم خاطئة، واستطاعت الولايات المتحدة أن تعيش مع ذلك. لهذا السبب تجد أنه عندنا انتخابات على صعيد الكونغرس كل سنتين، الكونغرس كله يعني كل الأعضاء تنتهي مهلتهم ويترشحون على صعيد مجلس النواب، ثم في مجلس الشيوخ كل سنتين تلت أعضاء مجلس الشيوخ يتم ترشيحهم للرئاسة للكونغرس. فيما يتعلق بالرئيس كل 4 سنين، إذا وجدوا بأن سياسة الرئيس هي سياسة خاطئة عندئن الشعب الأمريكي يقرر إبدال الرئيس. ولكن في هذا الوقت نحن في مشكلة كبيرة، لأنه البيت الأبيض يريد أن يضغط من خلال وزارة العدل لزج خصمه الرئيسي وهو ترامب في السجن. يعني لا تستبعد كثيرا أنه من الآن إلى يوم الانتخابات أحد القضاة قد يرسل ترامب إلى السجن، هذا ممكن، لأنه النظام السياسي في أمريكا بدأ يتبدل عما كان في السابق. في السابق كان هناك خصومات بين الفريقين، ولكن لم يصل الصراع إلى هذا الحد الذي نحن فيه في الوقت الحاضر. يعني ما فيك تلاقي بكل أمريكا سيارة تضع اسم دونالد ترامب عليها، لأنه يعني يا سيد جابريل والله تثير في داخلي سؤال أرجو أن تتقبله مني. يبدو أن لديكم فساد أكثر من الفساد الموجود لدينا في العراق، ولذلك أنا أقترح عليك أن نرسل إليكم هيئة النزاهة العراقية قبل أن يزج ترامب في السجن. ترامب مهدد بالسجن، ونفس الشيء الرئيس بايدن كمان مهدد، لأنه كمان في مثل ما قال الزميل الكريم في يعني مشاكل كبيرة بالنسبة لترامب ولابن ترامب ولشقيقه. يعني الوضع في أمريكا ليس لا يحسد عليه. ولذلك سيد حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة العراقية لمجنودتك خويا، الفساد واصل لأمريكا والقصة يعني لم يعد تحتمل.